قبل 100 سنه الكرد ما كانوا اغلبيه بكردستان. ايه لا تحكي لي قبل 100 سنه نفط الكردي كان يغذي لا العراق، والله ماكو وين هيك كان؟ معلومه، ماكو هيك معلومه استاذ. انتوا الكرد، انتوا الكرد اجيتوا بهجره يابا من كركوك من مدينة جبال كردستانية، زاكروس مدينة كردستانية فقط. ان اول شو وقت صرتوا اغلبيه؟ يا اخي هسه صرتوا هاي اغلبيه سوالف بكردستان. من الخرافيات انتو جابيها، منين جبت هاي الخرافات؟ هذا كاتب كردي، هذا كاتب كردي يتحدث، الكرد ان وجدوا في كردستان بالقرن التاسع عشر، كاتب كردي من عندكم يتحدث. ليش هي قلعة أربيل كردية؟ قلعة أربيل كردية؟ هي أربيل يا أخي كردية؟ سليمانية هذا كردية؟ الكرد الوثائق التي تثبت كردستانية كركوك وخانقين وكل لا المناطق تحكي لي عن الكردستانية كركوك، التي تعرضت إلى لا احكي التحريض لي على وإلى أربيل. الاستيطان العربي وإلى التغيير الديموغرافي هي مناطق كردستانية. انا سؤالي يهدد اربيل، سؤالي يهدد اربيل ويهدد سليماني. اقول لك اربيل وسليمانيه مو كرديات. هسه بنوب تريد كركوك كرديه؟ كركوك 100% مو كرديه. اقول لك اربيل مو كرديه، اربيل اشوريه اكديه، قلعه اربيل اشوريه يا اخي، والسليمانيه سواها سليمان باشا الوالي العثماني ببغداد. انتوا جيتوا صار لكم كم 200 سنه الكردستان، تريدون دوله؟